باب ما جاء في الإقسام أو التألي على الله، يعني هذا يترفع على الله سبحانه وتعالى. الإقسام على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يقسم بما أخبر الله به أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على قوة الإيمان. يقول: والله لا يغفر الله لمن أشرك بالله شيئا، إن الله لا يغفر الشرك. الثاني أن يقسم على الله، هذا هو الذي ساق المؤلف هذا الباب من أجل التألي على الله، تحجر سعة فضله، يقول: والله لا يغفر الله لفلان، كأنه جعل هذا نفسه أعلى من الله مغفور. صناديد بعضهم كان على الكفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان وفلان. قال الله سبحانه: ليس لك من أمر شيء، هؤلاء الثلاثة أسلموا حسن إسلامه، فانظر إلى العداوة كيف تنقلب إلى ولاية. لا تغلق هذا الباب ولا تتعلى تترفع على الله، وأن هذا موجب نسأل الله السلامة لإحباط العمل. الثالث أن يقسم على الله لقوة رجاء وتعلق بربه، لكن لا بد يكون لديه من العمل ما يقتضي هذا. مثاله أنس بن النضر. أنس بن النضر صحابي رضي الله عنه، هو أخو لربيع. ربيع هذه كسرت ثنية جارية من الأنصار، فاحتكموا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية ربيع السن بالسن. أنس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتكسر ثنية ربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر. لم يقل هذا ويشهد العثمين اعتراضا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا لقوة رجعه وتعلقه بربه، وأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرده، قال هذا. فعندما رأى الأنصار هذا من أنس غضب وتنازل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يقول الشافعي رحمه الله: كيف لا؟ وقد قال في أحد، قبل أحد قال: والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد. كرامات أولياء استشهد في أحد، مثلوا به الكفار لم يعرفوا أحد، قطعوه، إلا ربيع عرفته ببنانه رضي الله عنه. اللهم ارحم الصحابة أجمعين. نعم.